الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة أحوال الطقس المسائية نستهلها وكالعادة بدرجات الحرارة الدنيا. والمتوقع لليلة اليوم تبقى دائما مستقرة في حدود 7 درجات بأقصى الغرب بوهران تلمسان مستغانم، نفس المقياس بالعاصمة 5 درجات بأقصى الشرق على عنبة طارف حتى بالقالة، في حدود درجة صفر نعم على مرتفعات الأوراس على بركة خنشلت بسة باتنا، 4 درجات على ستيفو أم البواقي ونفس المقياس على كافة المناطق الداخلية الغربية، في حدود 9 درجات على الجنوب الشرقي حتى على شمال الصحراء، 8 درجات نعم على الثورة حتى بتندوف، 7 درجات بالصحراء الوسطى بتيميمون أدرار عين صالح، وفي حدود 13 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. نمر إلى الوضعية الجوية المتوقعة لسبيحات وظهيرة الغد بحول الله. إذن بعد الاضطرابات الجوية اللي شهدناها في الأيام القليلة السابقة، الاضطراب الجوي سيبقى يتمركز على السواحل الشرقية، سوف يكون مصحوب إذن بكميات أمطار معتبرة محليا. عودة الصفاء تدريجيا إلى السواحل الوسطى والغربية، مع ذلك سنبقى نشهد دائما لسماء ملبدة مع احتمال ضئيل لتساقط بعض القطرات من الأمطار. بالمناطق الداخلية، إذا المناطق الداخلية الشرقية مرتفعات الأوراس حتى الهضاب العليا الوسطى سوف نشهد بحول الله لتساقط للثلوج على المرتفعات التي يكون علوها من 900 إلى 1000 متر، وسوف ينزل حتى 800 متر في الأيام القليلة القادمة. أجواء سوف تكون مشمسة على العموم على كافة الجنوب الجزائري بالأطلس الصحراوي باتجاه الصحراء الوسطى حتى بأقصى الجنوب الجزائري، دائما مع تطاير للرمال بالصحراء الوسطى تحت تأثير الرياح الجنوبية القوية. نمر إلى درجة الحرارة القصوى والمتوقعة لظهيرة الغد بحول الله. إذن ستبقى دائما في المعدل الفصلي 15 درجة بالعاصمة حتى بأقصى الشرق بالقالة سكيكدا عنبة طارف، 18 درجة بأقصى الغرب، 15 درجة بالمناطق الداخلية الغربية في حدود 13 درجة على مرتفعات الأوراس، 23 درجة نعم على تندوف، 22 درجة بالصورة في حدود 24 درجة بالصحراء الوسطى، 20 درجة على شمال الصحراء حتى على الجنوب الشرقي، 19 درجة على جانيت وتامن راست، و 26 درجة نعم كأعلى مقياس بأقصى الجنوب الجزائري. نمر إلى الملاحة والصيد البحري وعن أحوال البحر. البحر بحول الله إذن كان هائج بالنسبة لنهار اليوم، كنا شهدنا أيضا نشرية خاصة أيضا تحذر من مستعملي الصيد البحري، نعم السفن التجارية وأيضا البحرية. إذن فيما يخص نهار الغد بحول الله رح يبقى البحر مضطرب نعم على الواجهة الشرقية، سرعة الرياح رح توصل حتى 50 كيلومتر في الساعة أقول، وتصل إلى 40 كيلومتر في الساعة على الواجهة الوسطى، ما تتعداش 30 كيلومتر في الساعة على الواجهة الغربية. اتجاه الرياح ستكون شمالية غربية على طول الساحل الجزائري. نختم النشرة الجوية بمواقيت الشروق والغروب التي تهم العاصمة وضواحيها. شروق الشمس بحول الله إذن راح يكون على 7:41 دقيقة، الغروب على 6:23 دقيقة. للمزيد من المعلومات ما عليكم إلا التواصل معنا على الموقع الإلكتروني ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر أسفل الشاشة. بهذا نأتي إلى ختام النشرة الجوية، في أمان الله. الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات.